السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اليوم يا كيجيتو؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير حال. اليوم سوف نبدأ بدراسة الأرقام. لقد أخذنا الأسبوع الماضي من الذي سيقول معي؟ هيا جميعا، من الذي سيقول معي؟ هذا رقم 30. أحسنتم جميعا، هذا رقم 30. الرقم الذي يلي 30. أحسنتم، 31. 31 بعد 31 رقم. أحسنتم جميعا، 32. 32. اليوم سوف نأخذ رقمين جديدين. الرقم الذي سنأخذه اليوم هو الرقم الذي يلي 32. ما هو الرقم الذي يلي 32؟ أحسنتم، إنني أسمع بعضكم يقول هذا هو بالفعل الرقم الذي سوف نأخذه اليوم. إنه رقم 33. أحسنتم جميعا، هذا رقم 33. هيا قولوا معي 33. ها هي 33 نجمة. ما رأيكم في هذه النجوم الكثيرة؟ إنها 33 نجمة. إنها، أحسنتم، 33 نجمة. أحسنتم جميعا، كيف نكتب رقم 33؟ سنبدأ اليوم، سوف أمسك بالقلم وسوف أكتب. ها هو، إنه طبق وطبق وعصا طويلة. هذا هو رقم 3. أين 30؟ سوف أكتبها بعدها. أمسك القلم وأكتب طبق وأرسم طبق ثم عصا طويلة. ها هي 33. أحسنتم جميعا، إنها رقم 33. كتاب الأرقام سوف نكتب به رقم ماذا؟ أحسنتم، 33. وأكتب الرقم الذي أقوله أولا ثم الرقم الذي يليه يكتب بعده. هكتب رقم 33 داخل المربعات الموجودة، وهكتبه بخط صغير وجميل وسريع. أحسنتم جميعا، ثم كتاب الأرقام هلون صورة الدب بالألوان اللي أحبها، ثم أكتب رقم 33 داخل المربعات. أحسنتم جميعا يا كيجي تو. الآن سوف نأخذ الرقم الذي يلي 33. 33. ما هو الرقم الذي يلي 33؟ إنني أسمع أحدكم يقوله. أحسنت، إنه رقم 34. أحسنتم جميعا، 34. هيا قولوا معي 34. 34. 34. ها هي 34 حلوة لكم. من يريد حلوة؟ تفضلوا. 34. ثم ننتقل، سوف نكتب رقم 34. الرقم الذي أقول أولا ما هو؟ 4. سوف أكتب 4 هكذا، ثم أكتب 30. طبق وطبق وعصا طويلة. ها هي رقم 34. ما هو هذا الرقم؟
34. هيا قولوا معي 34. ها هو كتاب الأرقام، سوف نكتب رقم 34 داخل المربعات الموجودة أمامكم، ولكن مهلا، من يقول لي رقم 34 لونه؟ ما لون رقم 34؟ لا، ليس أصفر، إنه بنفسجي. أحسنتم جميعا، أحسنتم، رقم 34 هو لونه بنفسجي. أحسنتم جميعا. ها هو كتاب الأرقام، سوف ألون الصورة ثم أكتب رقم 34 داخل المربعات. ثم ننتقل الآن إلى اللون. في هذا الأسبوع سوف نأخذ لون جديد، سوف نأخذ اللون. أحسنتم جميعا، إنني أسمع عندي أحد يقول إنه لون بني. هذا لون بني. هيا جميعا قولوا معي بني. هذا لون بني. يا ترى حاجات موجودة حوالينا ليها لون بني؟ جميعا ننظر حوالينا، ننظر ماذا رأيتم؟ أشياء لونها بني. من الممكن أن أرى دب. الدب لونه بني. الدب لونه بني. أحسنتم. من الممكن أن أنظر إلى غصن الشجرة. غصن الشجرة لونه بني. أحسنتم جميعا. هذا الغصن الذي تنمو عليه أوراق الشجر لونه بني، أما الأوراق لونها أخضر. ماذا أرى أيضا؟ شيء، أشياء لونها بني. إنه الخشب. الخشب لونه بني، أو الشجرة لونها بني. الجذع، الشجرة، جذع الشجرة لونه بني. ماذا أرى أيضا؟ أشياء لونها بني. أحسنتم، إنه القرد. القرد لونه بني. نقول مع بعض بني. دب لونه بني. غصن لونه بني. الشجرة لونها بني. القرد لونه بني. أحسنتم جميعا. ها هو كتاب الألوان، إنني أرى اللون البني. وماذا أيضا أرى؟ أشياء لونها بني. أحسنتم، الجمل لونه بني. يوجد أيضا الحقيبة. حقيبة لونها بني. الشوكولاتة لونها بني. الدب لونه بني. وها هو الفأر الصغير، لونه بني. أحسنتم جميعا يا كيجيتو. في كتاب الألوان سوف ألون الصورة باللون البني. سوف ألون البومة باللون البني، وألون غصن الشجرة باللون البني. هل ألون الأوراق، أوراق الشجرة باللون البني؟ لا، سوف ألونها باللون الأخضر. أحسنتم جميعا. وسوف ألون العصفور وبيت العصفور. سوف ألون باللون بني. أحسنتم جميعا. سوف ننتقل الآن إلى الشكل الهندسي. ماذا تنأخذ هذا الأسبوع؟ كيجيتو، مين فاكر الأسبوع الماضي أخذنا شكل ماذا؟ أحسنتم، أخذنا الشكل المخروطي. أحسنتم جميعا. الشكل المخروطي لونه ماذا؟ أحسنتم جميعا، إنه لون بنفسجي. ها هذا شكل مخروطي لونه بنفسجي. أحسنتم جميعا، رائعين. سننتقل الآن
وسنأخذ شكلا جديدا. ما هو الشكل الذي سنأخذه اليوم؟ إنه الشكل، ها هو، ما هو هذا الشكل؟ إنه نصف دائرة. أحسنتم، نقول مع بعض نصف دائرة. هذا شكل ماذا؟ نصف دائرة. إنني أسمعكم، هيا قولوا معي، هذا شكل نصف دائرة. نصف دائرة ماذا يعني نصف دائرة؟ تعالوا معا لنعرف كيف نحصل على نصف دائرة. انظروا معي، ها هي الدائرة، هذه دائرة، كيف أحصل منها على نصف دائرة؟ سوف أأتي بالمقص وأقص الدائرة من المنتصف هكذا. وماذا يحدث بعد أن قصصت الدائرة بالمقص؟ سوف أحصل على نصف ونصف دائرة. الدائرة بعد أن قصصتها بالمقص حصلت على نصف ونصف. واليوم نأخذ شكل ماذا؟ نصف دائرة. اليوم سوف نأخذ شكل ماذا؟ نصف دائرة. النصف دائرة يأتي من الدائرة عندما نقصها إلى نصفين. نصف دائرة، أحسنتم جميعا. كتاب الأشكال عندي، هذا هو نصف دائرة. ما هي الأشياء التي لها نصف دائرة؟ أحسنتم، إنها البرتقالة، عندما أقطعها بالسكين نصفين يبقى عندي نصف ونصف، نصف دائرة ونصف دائرة. السلحفاة لها نصف دائرة، شكلها على نصف دائرة. المظلة لها شكل نصف دائرة. أحسنتم، هذا التدريب ماذا يريد؟ أكمل النصف الآخر للشكل. أكمل النصف الآخر للشكل. ماذا أريد؟ سوف عندي وجه سعيد وعندي شمس. الوجه السعيد سوف أقوم بتكملة ورسم النصف الآخر له على شكل نصف دائرة، وسوف أرسم له العين والفم. عندي الشمس يوجد منها نصف واحد فقط، سوف أقوم برسم النصف الدائرة الآخر للشمس وسوف أكملها. إنه تدريب سهل للغاية. ننتقل الآن إلى المعلومات العامة. ماذا سنأخذ اليوم في المعلومات العامة؟ سوف نأخذ شيء كلنا جميعا نعيش عليه، وعندما أريد رؤيته لابد أن أخرج إلى الفضاء لكي أراه. سوف نأخذ اليوم كوكب الأرض. كوكب الأرض، إنه الكوكب الذي نعيش عليه. كوكب الأرض ها هو، جميل جدا، وإننا نعيش داخله. كوكب الأرض الذي أعيش داخله، ماذا يوجد به لكي أعيش؟ لابد أن يتوفر به ثلاثة أشياء مهمة. لابد أن يتوفر به إيه؟ ثلاثة أشياء مهمة. ما هما؟ أول شيء، لابد أن يوجد ماء. لابد أن يوجد ماء لكي أشربه. والكوكب الذي لا يوجد عليه ماء لا أستطيع أن أعيش فيه. يبقى عندنا أول حاجة، كوكب الأرض بيتكون من إيه؟ نقول مع بعض يا كيجي تو، ماء. بيتكون من إيه؟ ماء. كوكب الأرض لازم يكون فيه هواء علشان أتنفس الهواء اللي موجود فيه عشان أقدر أعيش. كوكب الأرض لازم يكون فيه كمان أرض، ما ينفعش أعيش كده في الفضاء، لازم أعيش في كوكب الأرض، لازم يكون فيه أرض وأعيش على الأرض اللي موجودة. يبقى نقول تاني،
كوكب الأرض ماذا يوجد به؟ يوجد به ماء، هواء، أرض أو تربة، عشان لو هزرع الزرع بتاعي عشان أكل منه. نقول مع بعض، يبقى كوكب الأرض يتكون من ثلاثة أشياء، ما هما؟ ماء، هواء، أرض. نقول تاني، كوكب الأرض يتكون من ثلاثة أشياء، ما هما؟ ماء، أحسنتم، وهواء، أحسنتم، وأرض، أحسنتم جميعا. كوكب الأرض، هذا هو كوكب الأرض، هل رأيتموه؟ الذي يتكون من ماء، يوجد به ماء، ويوجد به هواء، ويوجد به أرض. كوكب الأرض يوجد به إيه؟ لو أنا توفرت لي في كوكب الأرض في هواء وفي مية وفي تربة أو أرض عشان أمشي عليها أو أزرع عليها، بيوجد فيه إيه؟ بيوجد به كائنات حية، بيوجد به حاجة اسمها إيه؟ كائنات حية. كائنات إيه كي جي تو؟ حية. إيه هي الكائنات الحية دي؟ كده أنا فهمت حاجة؟ لا طبعا ما فهمتش حاجة. يعني إيه كائنات حية؟ كائنات حية يعني حاجة بتعيش على كوكب الأرض. طب عشان تعيش عايزة إيه؟ عشان ما تموتش ممكن عاوزة إيه؟ الكائنات الحية دي تأكل أي حاجة بتاكل. كائنات حية مالها؟ يعني إيه كائنات حية؟ يعني تأكل. نقول مع بعض، تأكل. والكائنات الحية دي بتعمل إيه تاني؟ تشرب. تعمل ايه؟ تشرب. والكائنات الحية بتعمل ايه تاني؟ تتنفس الهواء اللي موجود وتتنفسه. والكائنات الحية تحتاج ايه تاني؟ يعني ايه؟ تنام. الكائنات الحية تنام. طب وايه تاني؟ الكائنات الحية بتتحرك، يعني بتجري وتلعب وتمشي وتروح من المكان ده للمكان التاني. الكائنات الحية بتنمو، يعني الأول بتبقى صغنونة، نونة صغيرة، وبعدين تكبر، وبعد شوية تكبر، وبعدين تكبر خالص، وبعدين تكبر قوي، يبقى اسمها تنمو. اسمها ايه؟ تنمو. عندي اهي برضو، الكائنات الحية بتنمو، الأول تبقى صغنونة، بعدين تكبر شوية، بعدين تكبر خالص. يبقى كوكب الأرض فيه كائنات إيه؟ كائنات حية. يوجد به كائنات إيه؟ كائنات حية. الكائنات الحية دي تعمل إيه؟ نقول مع بعض، تأكل، تشرب، برافو اللي بيقول معايا، تنام، تتحرك، تتنفس، تنمو. نقولهم تاني مع بعض، كائنات الحية بتعمل ايه؟ تأكل، احسنتم، تشرب، تتنفس، تتحرك، تنام، تنمو. ممتازين، احسنتم جميعا. طيب الكائنات الحية اللي على كوكب الأرض اللي هي تأكل وتشرب وتتنفس وتنمو وتنام وتتحرك، زي ايه بقى؟ ادي عندنا كوكب الارض اهو اللي فيه الكائنات الحية اللي بتاكل وبتشرب وتتنفس وتنام وتتحرك وتنمو، يعني بتكبر، بتبقى صغنونة وتفضل شوية بشوية تكبر. زي، بصوا الكائنات الحية زي مين؟ احنا الانسان. الانسان بياكل، لو مفيش أكل هيموت لو مكلش. الإنسان بيشرب، لو مفيش مية هيموت مش هيعيش. الإنسان بيتنفس الهواء اللي موجود في كوكب الأرض، هو بيتنفسه، لو مفيش هواء هنعرف نعيش؟ هنموت. الإنسان بيتحرك، أروح المكان ده، لا أنا عاوز أروح هنا، لا أروح هنا، بنمشي، بنجري، بنلعب. الإنسان كائن حي. زي ايه كائنات حية تاني؟ احنا قلنا اول حاجة كائنات حية زي ايه؟ الانسان. نقول مع بعض، الانسان. ايه تاني كائنات حية؟ يعني بياكل ويشرب ويتنفس وينام وينمو. زي الحيوانات، كل الحيوانات
أسد، زرافة، فيل، أرنب، قطة، كلب، حمار، أي حيوان، أي حيوان بيحتاج إن هو يشرب. لو أنا حطيتلوش مية هيعيش؟ لا. أي الحيوانات محتاجة إن هي تاكل، بتاكل. لو أنا مديتهاش أكل أو هي ما كلتش هتعيش؟ لا، هتموت. الحيوانات بتتنفس، لو أنا منعت عنها الهواء هلاقيها اتخنقت وماتت. الحيوانات بتنمو، أول حاجة بتبقى حيوان صغير وبعدين يكبر ويكبر ويكبر يبقى بينمو. الحيوانات بتتحرك، ليها أرجل بتتحرك عليها. يبقى نقول تاني، الكائنات الحية زي مين؟ الإنسان، أحسنتم، الحيوان، إيه تاني كائن حي؟ الحشرات زي الفراشة والنحلة والنملة والدودة، كل دي الحشرات والعنكبوت، كل دي حشرات كائنات حية، يعني بتحتاج تأكل وتشرب وتتنفس وتنام وتنمو وبتتحرك طبعا. عندي ايه تاني كائنات حية؟ زي النباتات، النبات، الورد، الأشجار، النخل، الخضرة، أي زرع، أي زرع بقول عليه، أي نبات بقول عليه كائنات حية. ليه بقول عليه كائن حي؟ لأنه بيشرب. لو أنا الزرع والورد ده ما حطيتلهوش مية هيموت، مش هيكبر. النبات كائن حي لأن أنا بحطله بيتنفس، لو انا ما حطيتلهوش الهواء وسيبته في الهواء هيموت، مش هيكبر. يبقى نقول تاني، كائنات حية، انسان، حيوان، حشرات، نبات. عندي ايه تاني كائن حي؟ بصوا كده، عندي الطيور. الطيور كلها، بومة، دجاجة، بطة، وزة، ديك، بطريق، بجعة، نعامة، أي حاجة من الطيور دي كائن حي. قلنا ليه كائن حي؟ عشان هي بتحتاج إيه؟ تأكل وتشرب وتتنفس وتنام وتنمو وتتحرك، بتروح من مكان للتاني. يبقى الطيور من الكائنات الحية. عندي ايه تاني كائنات حية؟ بصوا كده معايا، عندي ايه؟ الاسماك. شايفين الاسماك اللي بتعيش في البحر؟ الاسماك كائنات حية. ليه كائنات حية؟ عشان هي ايه؟ بتأكل وتشرب وتتنفس وتنام وتنمو وتتحرك. يبقى الكائنات الحية كل اللي احنا شايفينه ده. نقولهم تاني مع بعض، كائنات حية، الإنسان، الحيوان، الحشرات، النباتات، الطيور، الأسماك. أحسنتم يا كيجي تو. وقلنا ليه عليهم كائنات حية؟ عشان هما بيحتاجوا إيه؟ تأكل وتشرب وتتنفس وتنام وتنمو وتتحرك. احسنتم يا كي جي تو، انتوا اليوم كنتوا ممتازين جدا. ودلوقتي احنا خلاص خلصنا، مع السلامة، واشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.